ساعات قليلة جدا فصلت بين فرحة أهالي مركز جرجة بمحافظة سوهاج بعرس ابن قريتهم مصطفى، وحزنهم أيضا على فقداني في نفس اليوم. عريس سوهاج يتوفى ليلة زفافه والسبب غير متوقع. التفاصيل الآن في هذه التغطية المباشرة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في مركز جرجة جنوب محافظة سوهاج. انتشر خبر محزن جدا الحقيقة بين الأهالي بسبب وفاة شاب يوم زفافه. شاب اسمه مصطفى، شاب 30، توفى بعد ساعات قليلة فقط من زفافه بسبب حدوث أزمة قلبية مفاجئة له، وذلك داخل غرفته. انتشرت الحقيقة القصة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر عدد كبير جدا من اللي يعرفوا العريس انه كان على خلق وكان رجل مهذب، وكان لي عدد من المواقف الإنسانية مع الكثير من الناس في جرجة. وكان مصطفى قد وصل المستشفى جثة هامدة، تلقى مأمور مركز شرطة جرجة إشارة من مستشفى جرجة العام بوصول شاب اسمه مصطفى عثمان أحمد في العقد الثالث من العمر 30 سنة، ويقيم بدائرة المركز إلى المستشفى متوفيا. بشهادة الأسرة روت أن المتوفي كان عريس في ليلة زفافه، وكان الزفاف مساء الخميس في واحدة من قاعات مدينة جرجة المعروفة. بعد انتهاء الزفاف توجه العريس لمنزله وهو مسكن الزوجية ليلقى مصيره، ويفاجأ أهله بوفاته داخل غرفة نومه نتيجة لأزمة قلبية مفاجئة حدثت له. وجاء تقرير الطب الشرعي وأفاد بأن الوفاة ليست بها أي شبهة جنائية، وأنها نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة. صرحت النيابة بدفن العريس وشيعت أسرة وأقارب وأصدقاء الشاب جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة. كان مصطفى قد توفى بعد ساعات قليلة جدا من زفافه بسبب حدوث أزمة قلبية مفاجئة لي داخل غرفة نومه في عش الزوجية. مصطفى ليس العريس الوحيد الحقيقة الذي يلقى حتفه متأثرا بحدوث أزمة قلبية بعد زفافه. في مايو الماضي أيضا توفى عريس يدعى محمود عبد القادر، أيضا عمره 30 عام فقط، ولكن محمود توفى بعد 10 أيام من الزفاف، وفي أول يوم يعود إلى عمله مباشرة تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وعلى إثرها توفى. محمود بيعيش في قرية الخيس مركز أبو حماد مدينة العاشر من رمضان، وكان يعمل كسائق ميكروباص في إحدى الشركات في نطاق العاشر من رمضان. محمود أيضا تعرض لحدوث أزمة قلبية مفاجئة، كما حاول زملائه والركاب معاه في نفس التوقيت في الميكروباص إغاثته وإنقاذه وأسرعوا به إلى المستشفى، لكنه كان قد فارق الحياة. قام العشرات من أهل قرية الخيس بمركز أبو حماد بتشييع جنازة العريس الصغير المتوفي، ودعوا له بالمغفرة والرحمة من الله عز وجل. فكان الفيصل بين زفافه ووفاته فقط 10 أيام أو أسبوع، ودع خلالهم عروسته وأهله وتركهم في حزن شديد جدا على وفاته. وكانت قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا في مارس الماضي زفة لعروسين فريدة من نوعها الحقيقة ولم تحدث من قبل، وسموها زفة التريلا. الشاب كان اسمه إسلام الإسناوي، وهو عريس من الأقصر الشهير بزفته لعروسته على تريلا، تعرض لجلطة مفاجئة وقتها أودت بحياته بشكل مفاجئ أيضا. وكان إسلام شاب استخدم الشاحنة التي يعمل عليها كسائق في زف عروسته بمدينة إسنا بالأقصر، وانتشر الفيديو بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، وتداوله بالطبع رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر العروسين في مقطع الفيديو داخل التريلا أو زفة التريلا على طريق الزراعي وسط فرحة كبيرة جدا من الأهالي والأحباب في يوم زفافهم. ولقى الفيديو إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الحقيقة انتشر بشكل كبير بينهم بعد فكرة الزفة الجديدة المبتكرة. لكن الحقيقة القدر ما أسعفوش، وإسلام لم يكن يعرف أن هذا الفيديو قد يكون السبب في وفاته وفق البعض أو وفق تصريحات البعض. أرجع رواد السوشيال ميديا وفاة إسلام لتعرضه للحسد للأسف، وتصدر العريس صفحات الأخبار وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي قائلين بأن العين حق.
مشاهدينا، ما زالت قصص رحيل العرسان بعد زفافهم تتكرر، تاركين الحزن الشديد جدا للعروس وللأهل في صدمة كبيرة بيتحول خلالها فجأة الفرح الشديد لحزن ووجع شديد. خلص العزاء لأهالي مصطفى العريس المتوفي والذي توفى بعد ساعات قليلة جدا من زفافه. ندعو الله أن يرزق أهله الصبر والسلوان وكل أصدقائه، وبنشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. Thank you.